انسب تعريف للكواليتي قاله هو كان مهندس مش في الهيلث كير مش في الصحه بس قال doing the right thing from the first time and every day. حدثنا عن مريض دخل عمليه مكان مريض تاني؟ سمعنا عن مريض بدل ما يعمل عمليه في الناحيه اليمين عمل في الناحيه الشمال. احنا عشان نامن المريض ونامن سلامه المريض عشان يطلع يخش عمليه في اجراءات كتير جدا بتتم للمريض ده عشان نوصل لنقطه ان هو يخش اوضه العمليات. هدفي ان انا امنع الانفكشن اصلا انها تحصل. عايزه يبقى في مشاركات وتعامل مع بعض لتدريب الطلبه وان هم يحتكوا يعني بالواقع وبالحقيقه ويشوفوا الدنيا وده هيضيف لهم خبرات لما يتخرجوا ان شاء الله يكونوا يعني اكثر استعدادا للتعامل مع المرضى. النهارده الحقيقه في البرنامج التدريبي الرابع معانا تقريبا ما يقرب من 200 طالب زاروا المستشفى على جروبس خدوهم في تور في قسم العلاج الطبيعي اللي بيعد من احدث الاقسام في المستشفيات الحكومية اللي بيخدم المريض والحقيقة هم شافوا أحدث الأجهزة بأحدث الكوادر وأتقل الكوادر علميا وعمليا وأخذوا تور وعملوا تريننج بعدين أخذوا مجموعة من المحاضرات في قاعة المحاضرات. النهاردة زيارة بالتنسيق بين كلية العلاج الطبيعي وقسم التدريب وقسم الجودة وقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى. كل الأماكن هيخش فيها الجودة لازم الطلبة تعرف يعني إيه جودة إيه أهميتها للمريض دي هتفيد المريض وهتفيد الدكتور كمان في نفس الوقت وهتفيد الفاسيليتي والأورجنايزيشن اللي هو شغال فيها فكان لازم ياخدوا فكرة من دلوقتي لأن دي متطلبات المستقبل إن شاء الله. المشاركات المجتمعية اللي بتقدمها المستشفى وبتقدمها للطلبة بترفع درجة الوعي عند الطلبة لما يبتدي يتخرجوا ويشتغلوا في أماكن خدمات طبية بيبقى عندهم وعي بمعايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى وده بيفرق مع الطالب في الاحتكاك أول ما يتخرج ما يبقاش تبقى المعلومات بالنسبة له ما تبقاش جديدة لا بيبقى عنده خلفية قوية جدا عن معايير وعن الهيلث كير وعن حاجات كتير جدا بيقدر يشوفها جوه المستشفيات. شكرا لإدارة الجامعة وشكرا لإدارة الكلية ان هي سمح لنا الحاجة زي دي في المعسكر وان احنا نازلين نثري المعلومات اللي عندنا ونشوف حاجات اكتر مناسبة لينا. النهارده انا استفدت حاجات كتير قوي عرفت ان في حاجة اسمها ان انا مفروض او الاجراءات قبل ما ادخل عملية جراحية في حاجة اسمها الساين ان بنعد الادوات الجراحية قبل ما نبدأ اي عملية قبل ما نقفل العملية الجراحية بنعد الادوات واحنا خارجين نعمل ساين اوت فبصراحة استفدت ولميت وعرفت حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها بصراحة استفدت قوي. اخدنا محاضرات بتدور حول الكلينيكال جايد لاينز والمعايير اللي تلتزم بيها مقدمين الخدمه الطبيه واخدنا البيشنت سيفتي جولز برضو هو كل المحاضرات باختلاف العناوين في النهايه تطبيقها هيعود بالنفع على مقدم الخدمه الطبيه وعلى البيشنت. اي شرفتنا النهارده الطلبه بتوعها كجزء من المشاركه المجتمعيه اللي احنا دايما بنحب نكون طرف فيها نحب زياراتكم لينا هتتكرر تاني ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا.